بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن انفرتر من شركه شينك. الانفرتر ده 100 كيلو وات. طبعا زي ما احنا شفنا في الفيديوهات السابقه، انا عندي شركه شينت باور سيستمز، سي بي اس شينت باور سيستمز. الانفرتر بتاعنا بتاع الفيديو ده 100 كيلو وات. هنبدا نشوف التفاصيل بتاعته. طبعا هو الانبوت بتاعه الدي سي بيصل الى 1500 فولت دي سي، الاوتبوت الاي سي 480 فولت اي سي. ده سترينج انفرتر. زي ما احنا شايفين الانفرتر ده، الموديل الخاص بهذا الانفرتر اللي هو 100 كيلو وات اسمه سي بي اس، عشان الاو ان دي فايل سي بي اس اس سي اتش 100 كي تي ال دي او يو اس 480. طبعا اول حاجه نعرفها ان ده عباره عن 3 فيز سترينج انفرتر. يبقى ده 3 فيز سترينج انفرتر وليس سنجل فيز انفرتر. يبقى ده 3 فيز سترينج انفرتر. طبعا الاوتبوت فولتج بتاعه 480 فولت اي سي، تمام. ده بيبقى حسب الشبكه او الجريد اللي انت موجود فيها، بيتظبط على هذا الستاندرد 480 فولت اي سي. طبعا الانكلوجر بتاعه بيخضع للنيما ستاندرد تايب 4 اكس. الانكلوجر لما تتسال عن الانكلوجر عشان موضوع الحمايه وان انا بركب ده اوت دور، ده بيخضع للنيما 4 اكس، تمام. طبعا في نوعين من ال 100 كيلو. في عندي الستاندرد واير بوكس، بيبقى موجود معاه ستاندرد واير بوكس او سنترلايزد واير بوكس. هنبدا نشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. بعد كده بيقول لي والله الانفرتر ده بيبقى عباره عن اقدر اوصله لحد 20 او اوصل عليه 20 سترنج، يبقى هو اب تو تمام 20 سترنج. طبعا المين فيتشرز اي انفرتر هتبدا تشوفها، ادي المين فيتشرز. طبعا هو بيخضع لل ان اف بي اي 70 والان اي سي 2017 كومبلاي معاهم. بعد كده هو فور سيفتي، هو عباره عن سيف من ناحيه الفيوزات او الفيوز هولدر اللي موجود من ناحيه الدي سي، تاتش سيف دي سي فيوز هولدر، تمام. ده بيبقى مور سيفتي. طبعا هنا سي بي اس فليكس او ام جيت واي، ده الجيت واي اللي هيبدا يخليني اقدر اعمل كوميونيكيشن واقدر اعمل كنترول واقدر اعمل ريموت برودكت ابجريد. فهو كاتب لي هنا الفليكس او ام، تمام. الفليكس او ام ده هو اللي الجيت واي اللي هتبدا تخليني ابدا اتحكم في الانفرتر واقدر اعمل له ريموت فاير فيرموير ابجريد، اقدر اعمل من خلال الجيت واي دي، تمام. زي ما احنا هنشوف هي عباره عن جيت واي بقدر اظبطها بحيث اعمل ابجريد للسوفت وير اللي موجود على الانفرتر، وابدا اتعامل مع الانفرتر بان انا اخليه او اشوف الداتا بتاعته من على الكلاود. طبعا الجزئيه دي هنبدا نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله في الانفرتر. بعد كده انتجريتد اي سي ودي سي ديسكونكت. طبعا في سؤال مهم جدا، هل في ديسكونكت سويتش في الدي سي؟ نعم في. هل في ديسكونكت سويتش في ناحيه الاي سي؟ نعم في. يبقى هو في عباره عن انتجريتد دي سي ديسكونكت سويتش وانتجريتد اي سي. يعني من ناحيه الدي سي الانفرتر في ديسكونكت سويتش من ناحيه الدي سي وفي ديسكونكت سويتش من ناحيه الاي سي انتجريتد معاه. طبعا الانفرتر ده بيبقى واحد ام بي بي تي، زي ما قلنا ام بي بي تي يعني ماكسيمم باور بوينت تراكنج. اقدر اركب على الام بي بي تي ده، تمام، هو مركب عليهم 20 فيوز. زي ما قلنا احنا ممكن نركب لحد 20 سترينج من ناحيه الدي سي. طبعا كبر اند الومنيوم كومباتبل اي سي كونكشنز. طبعا الكونكشنز كومباتبل مع النحاس والالومنيوم. زي ما قلنا الانكلوجر بيتحط اوت دور فهو يخضع للنيما ستاندرد 4 اكس، تمام، وبالتالي بيبقى تاتش تيستد انكلوجر. يعني انا الانكلوجر ده محمي، تمام، ضد اي مشاكل ويخضع للنيما ستاندرد 4 اكس. طبعا ده ادفانسد سمارت جريد فيتشرز، في خصائص طبعا سمارت جريد، يعني انا اقدر اوصله بالشبكات الذكيه وابدا اتعامل معاه وابرمجه والكلام ده كله من خلال زي ما قلنا مين الفليكس او ام جيت واي. من خلال الجيت واي اقدر اوصله واقدر اعمل له برمجه واعمل له ابديت زي ما انا محتاج. فول باور كاباستي اب تو 45 درجه، طبعا بتحمل لحد درجات حراره 45 بالفول باور كاباستي، ودي ميزه مهمه جدا ان هو ينفع في الدول الحاره اللي درجه حرارتها عاليه، تمام. دي سي اي سي انفرتر لود ريشيو، طبعا اللود ريشيو بتبقى جنرال لود ريشيو بنسميها، اللي هي نسبه الدي سي او نسبه التحويل من دي سي الى اي سي. سيبارابل واير بوكس ديزاين فور فاست
سيرفيسز، يعني انا بخلي الواير بوكسنج ده لوحده سيبريت تمام منفصل عشان ابدا اركب عليه الوحده الثانيه اللي هو الجزء الثاني من الانفرتر، وبالتالي يبقى سهل جدا في ان انا تمام ابدا اعمل له اعاده تركيب او اركبه في الموقع بسهوله. طبعا الورنتي ستاندرد 5 ييرز، يبقى مهم جدا ان انت تبقى مركز ان الضمان بتاعه 5 سنوات تمام، ممكن يحصل له اكستنشن لحد 20 سنه بس المينيموم بتاع الانفرتر تمام ورنتي 5 سنوات. طبعا اي انفرتر زي ما شرحنا في محاضرات الانفرتر قبل كده كذا مره بنبص على الموديل، خلي بالك سي بي اس تمام شنت باور سيستم، بعد كده اس سي اتش ده الموديل 100 تمام، لان الانفرتر بتاعنا 100 كيلو وات، كي تي ال دي يو على يو اس 480 ده الخارج بتاعه. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي من ناحيه الدي سي الماكسيموم دي سي انبوت فولتج، اعلى جهد زي ما قلنا في الاول هو 1500 فولت دي سي، اللي ده الماكسيموم دي سي انبوت فولتج بيدخل على الانفرتر اقصى حاجه 1500 فولت دي سي من ناحيه السترنجات او من ناحيه الالواح. الاوبريتنج دي سي انبوت فولتج الطبيعي اللي انا بشتغل عليه او جهد التشغيل الرينج بتاعه من 750 لحد 1450، الماكسيموم بتاعه زي ما قلنا 1500. الستارت اب دي سي انبوت فولتج بيبقى عباره عن الستارت اب بيبقى 900 فولت دي سي، الستارت اب اللي بيبدا بيه الانفرتر عشان يشتغل 900 تمام. طبعا على لما بيكون 900 بيبقى الباور بتاعته عباره عن 200 وات، ده في بدايه الستارت اب. النمبر اوف ام بي بي تي تراكرز 1، احنا عندنا كام ام بي تي في هذا الانفرتر؟ 1 ام بي بي تي، 1 ام بي بي تي. الام بي بي تي فولتج رينج لما يكون الباور فاكتور 99%، طبعا بيبقى الجهد بتاع الام بي بي تي وده مهم جدا من 760 لحد 1300 فولت دي سي. الماكسيمم كارنت عباره عن الاي شورت سيركت مضروب في 1.25 يا شباب، فاكرين؟ الاي شورت سيركت مضروب في 1.25 ده اعلى تيار اللي هو 275 امبير، يبقى هنا الماكسيمم بي في انبوت كارنت، ماكسيمم بي في انبوت كارنت لازم يكون 275 امبير. النمبر اوف دي سي انبوت بيقول لي 20 بي في سورس سيركت، يعني ده 20 سترنج بوزيتيف ونيجاتيف طبعا من ناحيتين مركب فيوزات، ده في الستاندرد واير بوكس. احنا قلنا في حالتين، في ستاندرد واير بوكس وفي سنترلايزد واير بوكس تمام، ده هو البوكسز اللي بتبقى موجوده مع تمام الانفرتر. في الستاندرد لل 100 ستاندرد واير بوكس، ستاندرد واير بوكس 100 كي تي ال الموديل بتاعنا، وفي سنترلايزد واير بوكس. في حاله الستاندرد واير بوكس والسنترلايزد واير بوكس دول الاثنين بيركب على الانفرتر بتاعنا اللي هو 100 كيلو تمام. فاحنا من ناحيه النمبر اوف دي سي انبوت زي ما قلنا كده في حاله الستاندرد 20 بي في سورس سيركت بوزيتيف نيجاتيف فيوزد، في حاله تمام السنترلايز بركب واحد بي في اوت بوت سيركت وبيبقى عندي تمام واحد واثنين ترمينيشن بير بول. يعني ايه الكلام ده؟ نوت فيوزد، يبقى ده بياخد بيجمع كل الحاجات بره وبياخدهم على تمام واحد بي في اوت بوت هو اللي بيدخلها على السنترلايز، من اسمه ان ده مركزي سنترلايز واير بوكس هياخد واحد بي في اوت بوت سيركت، اما الثاني اللي هو الستاندرد بياخد ممكن لحد 20 سيركت اقدر اوصلها على الانفرتر. الدي سي ديسكونكتنج تايب، نوع الديسكونكتنج طبعا لود ريتد دي سي سويتش اللي هو الديسكونكت اللي موجود من ناحيه الدي سي. السيرج بروتكشن ده تايب 2، سيرج بروتكشن تايب 2 بيبقى موجود لحد اب تو 2.5 كيلو فولت، وبيبقى الاي نورمال بتاعه بيصل الى 20 كيلو امبير تمام. لل 20 كيلو امبير ده اللي ممكن يمر في حاله مين؟ السيرج بروتكشن او في حاله السيرج او في حاله السبايك اللي بتحصل، فهو البروتكشن بتاعه تايب 2، واحنا شرحنا في محاضره قبل كده تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4 في البروتكشن ضد اللايتنينج. بعد كده ده خلصنا كده الجزئيه اللي هي من ناحيه الدي سي. من ناحيه الاي سي اوتبوت، طبعا الانفرتر 100 كيلو هو بيتسمى دايما بالاوتبوت باور بتاع الاي سي بتاعه، فهنا هتلاقي 100 كيلو وات دي هي اسم الانفرتر، يبقى الانفرتر بيطلع 100 كيلو وات يبقى هنسمي الانفرتر 100 كيلو. لو الانفرتر بيطلع 125 كيلو يبقى هنسمي، يبقى دايما الانفرتر بيسمى بالقدره اللي بتخرج منه تمام وليست بالقدره اللي داخله ليه. الريتد اي سي اوتبوت باور، الباور فاكتور بتاع الريتد عن 99% بيديني 100 كيلو وات. طيب ده الباور بالوات
او باللي بنسميها الاكتيف باور. طب من ناحيه الابيرنت باور، ماكسيموم اي سي ابيرنت باور هتلاقيها 100 فولت امبير، 100 كيلو فولت امبير. ده معناه ان الباور فاكتور تقريبا بيساوي 1، تمام، اللي هو 99 من 1000. يعني ال 100 كيلو وات هي ال 100 كيلو فولت امبير، تمام، لو انا بشتغل على الباور فاكتور بواحد او تقريبا 99. لو الباور فاكتور قل بيبقى طبعا الابيرنت باور ب 105.3 كيلو فولت امبير لما يكون الباور فاكتور 95%. المعلومه دي مهمه جدا. الريتد اوتبوت فولتج اللي بيطلع عند الفولت، تمام، 3 فيز زي ما قلنا 480، 3 فيز 480 فولت اي سي. الاوتبوت فولتج رينج، الرينج بتاعي، تمام، بيبقى من 423 ده اكسبتد لحد 528. طبعا هو المفروض يطلع 480 بس احنا بنقول الرينج بتاعه من اقل منه بشويه وبعد كده اعلى منه، تمام، بشويه، تقريبا 20 فولت زياده او نقص. طبعا جريد كونكتد تايب ده طبعا بيصل بالشبكه، ده عباره عن 3 فيز بيبقى موجود معاه الطرف بتاع البوتنشال ايرث وموجود معاه النيوترال، تمام. الماكسيمم اي سي اوتبوت كارنت لما يكون الجهد 480 بيصل الى 120 امبير، بيصل الى 120 او 126 امبير حسب الريتد المظبوط عليه. الفريكوانسي مهمه جدا، الفريكوانسي اللي بيطلع من الانفرتر ده الريتد اوتبوت فريكوانسي 60 هرتز، برضه ليه رينج من 7 زود 3 ونقص 3 من 57 لحد 63. الباور فاكتور تقريبا هنا عالي جدا اكبر من 99%، تمام. بيبقى طبعا الباور فاكتور زي ما بقول لك يعني بلس ماينس 8 من 10 ادجستبل، اقدر انا اظبط الباور فاكتور اللي بيطلع عندي، بس تقريبا اكتر من 99%. التي اتش دي ريتد الكرنت، تي اتش دي ريتد توتال هارمونيك ديستورشن دايما، تمام، اقل من 3%. معظم الانفرترز هتلاقيه لا يسمح بتوتال هارمونيك ديستورشن اعلى من 3%. الماكسيمم فولت كرنت كونديشن، تمام، في حاله الار ام اس بتبقى عباره عن 41 تقريبا امبير. الماكسيمم او سي بي دي ريتنج بتبقى اخري، تمام، اخر حاجه 200 امبير من ناحيه الاي سي، خلي بالك، تمام. الاي سي ديسكونكت تايب لود ريتد اي سي سويتش، طبعا احنا قلنا في انتجريتد دي سي سويتش وانتجريتد اي سي سويتش موجود داخل مين الانفرتر. برضه في سيرج بروتكشن تايب 2 من ناحيه الاي سي. لو اتسالت من حيث السيستم كانفرتر والبرفورمانس بتاعي، تمام، الاداء بتاعي، اول حاجه التوبولوجي او التصنيف بتاع الانفرتر ده ترانسفورمر ليس، يعني بدون محولات، ترانسفورمر ليس. الماكسيمم افشنسي تقريبا 98.9 من 10. السي اي سي افشنسي، موضوع السي اي سي افشنسي طبعا زي ما احنا قلنا ده تصنيف من ناحيه كفاءات الانفرترز، ده سي اي سي، سي اي سي ده اختصار لكلمه كاليفورنيا انرجي كوميشن، تمام، ده عباره عن اوزان بنقدر نحدد بيها، تمام، ان انا اقدر اشوف الافشنسي كام. يعني انا عايز اشوف الافشنسي عند السي اي سي بعمل ايه؟ باخد الافشنسي عند 10% من قيمه الانفرتر، تمام، الخارج بتاعي، وعند 20 وعند 30 وعند 50 وعند 75 وعند 100، وبضربها في ارقام ستاندرد، يعني عند 10% بضربها في 4 من 100، عند 20 بضربها في 5 من 100، عند 30 بضربها في 12 من 100، عند 50 بضربها في 21 من 100، عند 75% بضربها في 35 في 53 من 100، بعد كده عند 100% بضربها في 5 من 100. اجمع كل الافشنسيز دي، تمام، هيطلع لي الايتا او الافشنسي بتاعه السي اي سي. يبقى السي اي سي معناها كاليفورنيا انرجي كوميشن. طبعا في اليوروبيان ويتد افشنسي ده برضه بيقاس بالافشنسي، اوقات تلاقيها ب اي يو ار او ايرو، تمام، او روبيان ويتد افشنسي، ده بيبقى بيختلف عندك، شايف، بدل ما هنا 10% هو خد عند 5 و10 و20 و30 و50 و100. يبقى ده قصه الافشنسيز، هتلاقيها في معظم الحاجات يقول لك والله الافشنسي عند السي اي سي، فالسي اي سي افشنسي هنا تقريبا 98%. الستاند باي والنايت كونسامشن الاستهلاك اقل من 4 وات بالليل. بعد كده الانفايرمنت طبعا ده بيخضع للنيما ستاندرد، ده بيتكلم على الانكلوجر زي ما قلنا نيما ستاندرد 4X، نيما ستاندرد 4X. طبعا موضوع التبريد مهم جدا، الكولينج ميثود، عمليه التبريد دي فاريبل سبيد كولينج فان، عباره عن مراوح بتتغير سرعتها، فاريبل سبيد كولينج فانز. الاوبريتنج تمبريتشر خلي بالك مهمه دي جدا، من سالب 20، تمام، لحد 140 فهرنهايت.
او من سالب 30 لحد 60 سيليزيوس اللي احنا عايزينها، من سالب 30 لحد 60. 60 دي تتناسب مع الدول الحاره، وبالتالي الاوبريتنج تمبريتشر بتاعته ممتازه جدا. النون اوبريتنج تمبريتشر رينج اللي هو الحاجات الممنوع ان هو يشتغل فيها بعد ال 70 درجه سيليزيوس. الهيوميديتي تمام، الرطوبه من 0 لحد 100% بيشتغل في اي رطوبه. الاوبريتنج التيتيود اللي هو 820 فوت، طبعا ده مستوى سطح البحر. والاوديبل نويز، النويز طبعا بتاعته اقل من 65 ديسيبل في المتر او عند 1 متر البعد بتاعها. ودرجه الحراره اللي بنقيس عندها بتبقى 25 درجه سيليزيوس، ده من ناحيه النويز. بعد كده الديسبلاي والكوميونيكيشن، عمليه عرض البيانات، هل في شاشه ليد ولا لا، وبعد كده في الكوميونيكيشن الاتصال سواء كان من واي فاي او اي وسيله اتصال. فهو بيقول لي هنا يوزر انترفيس اند ديسبلاي، في عندي ليد انديكيتور بلس واي فاي، وواصل معاها كمان ابلكيشن من الموبايل اقدر اتحكم في الانفرتر براحتي من اي مكان. الانفرتر مونيتورنج طبعا بستخدم المود باس ار اس 485. انفرتر مونيتورنج مود باس، المود باس الكوميونيكيشن سيستم اهو، من خلال الفتحه بتاعه الار اس 485. سايت ليفل مونيتورنج طبعا احنا زي ما قلنا بنستخدم البرنامج اللي اسمه فليكس او ام، تمام فليكس او ام، اقدر اوصل لحد 32 انفرتر. المود باس داتا مابنج اللي هو السان سبيكس على السي بي اس، ده المود باس ده نوعه هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل ازاي بنعمل كوميونيكيشن، ودي اساليب اتصال. الريموت دايجنوستيك تمام، ان انا اقدر اعمل تشخيص للاعطال تمام ريموتلي من على بعد، طبعا ده حسب الستاندر زي ما قلنا بناء على الجيت واي اللي احنا هنركبها في الانفرتر او تبقى راكبه في الانفرتر. بعد كده اي انفرتر بيكلمك على الجزء الميكانيكي، الميكانيكال ده بيدي لك الدايمنشنز دبليو ويت هايت تمام ديبس اللي هو العمق بتاعه او التخانه، فده الويتس بتاعه الطول كذا تمام 45 تمام انش. لو انا عايز اشتغل بالملي اهو 1150 ملي، يعني تقريبا 115 سنتي تمام، في 61.6 سنتي ده العرض بتاعه، و 25 سنتي دي التخانه بتاعه الانفرتر. ده وزنه، لازم تبقى مهتم جدا بموضوع الوزن، وزنه تقريبا 55 كيلو جرام تمام. الماونتنج والانستليشن، موضوع التثبيت وازاي ابدا اركب دي مهمه جدا، وفي ان شاء الله فيديو تاني هنبدا نتكلم على اساليب التثبيت موجوده بالتفصيل من شركه شنت على الموقع بتاعهم. طبعا هنا بقول لك من 15 لحد 90 ديجري فروم هوريزونتال، يعني ممكن اركبه ايه فيرتيكال اور انجل، ان انا اركبه على الجدار فيرتيكال او اخليه مايل بزاويه، وهنشوف حاجات زي كده كتير تمام. الدي سي تيرمينال، الدي سي تيرمينال اللي هي الفيوزس، وزي ما قلنا بيوصل ان انا اوصل له الاسلاك بتاعته، يعني هنا مثلا الاسلاك 6 اي دبليو جي، ده التخانه بتاعت الستيل السلك اللي هوصل بيه في حاله الستاندرد واير بوكس، زي ما شفنا الاثنين بوكس في ستاندرد وفي سنترلايزد تمام. الثاني في حاله السنترلايزد مديني كو، حتى الكابل وتخانته وايه الريت المسموح بيه تمام، ده كله مديهوني بالتفصيل. طبعا هنا زي ما قلنا هو ممكن يوصل لحد 20 سترينج، فحاطط هو 20 مين 20 فيوز. طبعا في سيرتيفيكيشن كتير موجوده واخدها شركه سي بي اس، السيرتيفيكيشن اند الستاندرد هو بيخضع لليو ال 1741 تمام، وكمان للاي تريبل اي 1547 اي، ده من ناحيه الستاندرد. طبعا الجريد ستاندرد هو بيخضع للاي تريبل اي 1547 وللايزو ان اي. بعد كده الضمان، الورنتي اتكلمنا ان هو بيصل الى 5 سنوات الستاندرد بتاعه. اكستندد تيرمز ممكن اخليه، ممكن انا اخلي الضمان يزيد شويه، اخليه 10 او 15 او 20 سنه، بس الستاندرد بتاع الضمان في شركه سي بي اس بيبقى 5 سنوات على الانفرتر. يبقى الفيديو ده بسيط جدا بنتكلم فيه عن الانفرتر ال 100 كيلو وات تمام، اللي هو السترينج انفرتر من شركه شنت باور تمام. ان شاء الله هنشوف فيديوز عملي على هذا الانفرتر في المحاضرات اللي جايه، ونبدا نشوف الستاندرد واير بوكس، ونشوف السنترلايزد واير بوكس، ونفك الحاجات دي، ونبدا نوري لكم كل الداتا شيت اللي مكتوبه
على البي دي اف ده هتلاقيها تمام موجودة على ليبل، موجودة على الانفرتر، ونبدأ نقرأ البيانات بتاعته ونبدأ نشوف الجيت واي اللي هي الفليكس او ام جيت واي، نبدأ نشتغل عليها بحيث نبدأ بعد كده ان شاء الله ندخل في موضوع برمجة الانفرتر زي ما احنا هنشوف كده، بحيث نوصل انفرتر ادي الجيت واي اللي هي الشريحة اللي بتبقى راكبة جوه الانفرتر، وازاي بنوصفها ونوصلها بالموبايل ابليكيشن عشان نبدأ نعمل سيتنج للانفرتر. ده كله هنشوفه في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، فخليكم معانا في سلسلة شنت هنتكلم فيها عن كل المنتجات بالتفصيل ان شاء الله من خلال الكتالوجات وفيديوهات عملية، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.